اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما اروح لاخبارنا، الحقيقه كان في مشهد في طوكيو 2020 الحقيقه لازم نشيد بيه ولازم يعني نحط عليه الضوء. في المباراه الختاميه في المجموعه مع فريال اشرف، طبعا نجمتنا او بطلتنا اللي حققت الذهب في الكاراتيه، كان اخر مباراه مع اللاعبه الجزائريه لاميا معتوب. المباراه دي كان خلاص اتحسم كل شيء، قضي الامر زي ما بيقولوا، كان فريال هتتاهل خلاص للدور اللي بعد كده، وكان تاكد خروج لاميا معتوب ولم يحالفها التوفيق انها تتاهل للدور اللي بعد كده. ولكن في المباراه الختاميه شفنا لاميا معتوب بتلاعب فريال خايفه عليها، ما حصلش ولا هجمه من لاميا على فريال. ليه؟ ما هو الماتش ملوش علاقه بالفير بلاي، عشان ما حدش يقول ايه ده مش فير بلاي. لا، ملهاش علاقه بالفير بلاي، لان خلاص قضي الامر، ده متاهل وده خارج. ولكن لاميا خايفه على بطلتنا كمصريه عربيه معاها، خايفه ان هي تكون سبب في اصابتها، سبب ان هي ممكن تخسر جيم، تجهدها، تبقى داخله، خاصه الكاراتيه كله كان في يوم واحد، تخش المباراه اللي بعد كده مش جاهزه في السيمي فاينل. طبعا موقف جميل جدا بنحيي عليه لاميا معتوب وبنشكرها، وبنشكر طبعا كل الرياضه الجزائريه والشعب الجزائري، وهي دي الرياضه، هي دي الرياضه. ودائما ابدا اي انجاز بيحققه اي عربي هو فخر لينا وفخر لمصر كمان. وفكركم حتى بالمعلق الجزائري اللي كان بيذيع ماتشات كره اليد، والله انا في اوقات كنت يعني بشك، يعني لولا اللهجه كنت اقول ده مصري من كتر حبه وعشقه لمنتخب مصر. كل التحيه لاهلنا في الجزائر، وكل التحيه للاميا معتوب، ونتمنى التوفيق للرياضه الجزائريه بشكل كبير جدا جدا جدا. كان لازم نحط الضوء على هذا الموقف، لان الرياضه فيها رسائل وفيها حاجات جميله لازم الناس تشوفها. خلينا نروح على اخبارنا. نبتدي بكره اليد. زي ما حضراتكم عارفين، كره اليد في النادي الاهلي عندهم فجاه كده لقينا نفسنا زي ما بيقولوا في وش المدفع. مباراه السوبر الافريقي اعتذر عنها النجم الساحلي، الاتحاد الافريقي دخل النادي الاهلي مكانه. بقى عندنا ماتش السوبر الافريقي يوم 18 الشهر ده، واتبعت طبعا جواب على النادي الاهلي بمشاركه النادي الاهلي. ولكن وطبعا الموضوع اتعرض على كابتن طارق محروسي المدير الفني وكابتن ياسر الرملي رئيس الجهاز، ووافقوا يشاركوا والدنيا تمام، والنادي الاهلي اعلن بمشاركته في هذه البطوله او هذه المباراه. المباراه دي مؤهله للجلوبال، السوبر جلوبال اللي هو يعني او بطوله العالم للانديه، واللي هتقام في السعوديه ان شاء الله في شهر 10 اللي جاي، واتلعبت السنه فاتت على فكره في السعوديه برضه، بتلعب كل 3 4 سنين في بلد واحده تقريبا. خليني اقول لكم كمان انه من الكواليس كده، يعني احنا عرفنا ومن كواليس جوه الاتحاد اليد ان اتحاد اليد غالبا هيطالب بتاجيل المباراه شويه. اولا لعبتنا هيرجعوا يوم الخميس، لعبتنا او طبعا اكيد لعبت نادي الزمالك كمان، منتخب مصر كلهم هيرجعوا يوم الخميس، هتبقى الفتره ضيقه قوي. ففي اتجاه ان مش اتجاه يعني بالفعل تقريبا حصل كده، انه اتحاد كره اليد هيطلب تاجيل المباراه. الله اعلم بقى تؤجل، يعني الطلب ايه، هل هتؤجل يومين ثلاثه ولا تؤجل بعد ايه قبل ايه، او قرار الاتحاد الافريقي ممكن يقول ايه، محدش عارف. بس دي معلومات جات لنا، ودايما احنا زي ما حضراتكم عارفين بنتابع كل صغيره وكبيره ونجيبها لحضراتكم. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل، بس ايا كان النادي الاهلي جاهز، والنادي الاهلي دائما ابدا بيكون جاهز لاي مشاركه. هنروح ل طيب نفس الفرقه، بس هنروح لحاجه تانية، الاستعداد. انتوا عارفين ان في 3 لعيبه بيشاركوا مع منتخب كره اليد من النادي الاهلي، الباقي قاعدين لا بيتمرنوا صبح وليل، وكان اخر تجربه ده اسامه الجزيره اللاعب التونسي متواجد مع الفريق كمان. فطبعا لازم يبقى في ماتشات. لعبنا ماتش مع هليوبلس كسبنا بنتيجه 44-26، نتيجه كبيره. والاهلي زي ما قلنا لحضراتكم بيستعد لماتش السوبر، فكان لازم يلعب ماتش قوي عشان اللعيبه اللي موجوده ولما ينضمنها لعيبه المنتخب يكون الموضوع في هارموني. فرقتنا طبعا هتدعم صفوفها بمحترفين، ده اكيد، يعني اكيد قبل ماتش السوبر اللائحه بتدي لك انت تدعم صفوفك بلعيبه محترفه، اكيد هيدعم النادي الاهلي. ووقت ما النادي الاهلي هيعلن اكيد هنبلغ حضراتكم بالصفقات اللي هتيجي النادي الاهلي.